الشياطين غلطتي. ونعمل ايه؟ نسيب فاتك مثل اعلى للمجرمين. انت كويس؟ صوتك مش طبيعي خالص. اظن اني خسرت شغلي دلوقتي. المدينه قصدي نورمان سحب تمويلنا. اوه بيت، انا حقيقي اسفه. لو كان هاري هنا كان ممكن يقنع والده. هتلاقي مصدر تاني، شغلك مهم جدا. بقولك، هو انت بطارد شوكر لما بتوقفه عن جريمه بتكون احسن؟ شكرا يا ام جي، هكلمك تاني. ازيك يا بيت؟ دلوقتي المحطة دي بتتعقب رقاقات تحديد المواقع في كل حتة في المدينة على الطيور والحياة البرية التانية، وبتجمع بيانات البيئة اللي والدتي عاوزاها، وبتساعد على تحسين تحديد المواقع في تقنيات أوسكور اللي كان والدي عاوزه. هي تقريباً على الأرجح كده في أمان. انت عارف؟ كان لازم أفتكر أقولك ما تاخدش بالك من المحطة دي. هي يمكن تساعدني التكنولوجيا في تتبع العنكبوت الآلي. الحاجات دي غالية ومقدرش أخسرها. حطيت إشارة تعقب على العنكبوت الآلي التاني، دلوقتي هيتعقب الآلي الأولاني. ضيعت إشارة الآلي الأولاني في الجنينة، وعشان كده هسيب التاني هنا. مفيش حاجة مش عادية، بفسح العنكبوت الآلي بتاعي في الجنينة زي ما بتعمله. تمام، بيتتبع نبضات العنكبوت الآلي الأول، هشوف هياخدني لفين. أتمنى ما يكونش أخدوا طفل معاه البيت، هو فعلا أحسن من ألعاب كتيرة في السوق. قلت لهم يختبروا ذكائه الصناعي في المناطق الضيقة، شكله داخل الأنبوب. لا، أتمنى ما يكونش الدهس. سواقين نيويورك مش بيحترموا اللي بيعدوا الطريق. واضح إنه قطع مسافة طويلة. انذار التقارب؟ ايه اللي انا مش قادر اصدق. ولو فاجئت العصفور هيوقع الآلي وهيحطمه. الحمامة دي قوية، اكيد ما بتفوتش تمرينة الجناح ابدا في الجيم. اخيرا وصلت للعش. لحظة، العنكبوت الآلي اهو. كشفت هوس الحمامة دي بالسرقة. دلوقتي وانا عارف مكانهم جه وقت مهمة الانقاذ. هاري عمل لي معروف المرة دي، أتمنى أشكره. هشتغل على العناكب الآلية قبل ما استخدمها في المهمات الجاية.
بيت. أمي كانت بتؤمن بتسخين البخار لأنه أحسن بكتير للبيئة من الوقود الحفري، لكن الضغط المرتفع ممكن يعمل انفجارات مميتة. عشان كده عملت المحطة دي، عشان تراقب الضغط في المباني المتحددة. ساعدني في إثبات إنها تستحق التكلفة المطلوبة قدام أسكورب. هاري استثمر في الحفاظ على ميراث أمه، ومحدش يقدر يلومه. كان في ارتفاع حاد في الضغط في شوية مباني قريبة، واضح إن المشكلة نتيجة المنظمات المتعطلة. لازم أحطمها قبل ما يزيد الضغط وينفجر المبنى كله. المدينة هتبدل المنظمات اللي حطمتها، مفيش وقت للطريقة المهذبة. من حظ المنظمات في الجزء الخارجي، إطلاق الشبكة مرة واحدة صح هيأدي الغرض. أكيد جيمسون طبعاً هيبتدي برنامجه بقصة عن تخريب سبايدر مان لأحد المباني. مقدرش اسيب ولا واحدة، هينفجر الباقي لو واحدة انفجر. في ناس كتير في المباني دي، مفيش وقت نخليها. القرار راجع لي. تحطيمها مش هيسيب اي مشكلة كبيرة، المدينة هتصلحها بسهولة. أحسن لأطلع السطوح وأتأكد إني فعلاً اتخلصت من الضغط. حسيتي العنكبوتية مش بتفوت حاجة، الكل في أمان. أحسن لأخرج من هنا قبل ما يطلب مني حد إني أدفع تمن كل ده. Thank you.
دايما مهتم بإظهار الحقيقة. لما كنت مراسل ونشر في جريدة كنت بكتب الحقيقة، ودلوقتي وأنا مذيع بقولها. وأوقات بتبقى الحقيقة مؤلمة، لكنها مسؤوليتي إن أبلغها لكم. والحقيقة بقى إن البلد مش هادية ومش في أمان خالص، بل إن في كارثة هتحصل قريب. في مشاكل كتير مستخبية زي سمكة القرش الجعانة اللي بتعوم تحت سطح المية. ما تخلوش سبايدر مان يضحك عليكم، أنتوا مش في أمان خالص، ما حدش في أمان. يمكن تكون المحطة دي أمان عشان بتساعد في اختبار تطبيق أوسكور بالعسكري. تكنولوجيا خفية، بس أنا ما بحبش استخدم المتتبع العسكري، ممكن حد يتأذي. بس مش لو أنا اللي بختبرها، لما نشوف هقدر أدمج تكنولوجيا التخفي مع بدلتي. نجحت. بيتدخل حقل الطاقة مع أجهزة شبكتي، مش ده اللي أنا كنت عاوزه. المتتبعين دول متعطلين، دول كده خطر، وإشارة التدمير الذاتي مش بتشتغل هنا. لكن لما اختفي هقدر أقرب كفاية عشان أشغل آلية التدمير. المتتبع ده ما بعتش، حملت بياناته قبل ما حطمه عشان يقدروا يتعرفوا على المشكلة. لازم أبقى في نطاق 10 أمتار من المتتبع، ولازم أبقى خافي ساعتها. نجحت. لازم أظهر تاني عشان أقدر أروح للتنين.
ليس متتبع بس بياناتك هتستمر. أحسن يكون أنت. ما توقعتش ده صح؟ دايماً بحطم الحاجات. عطلت واحد تاني. حطمت واحد تاني. المتتبعين دول قانونيين؟ الصيد الخفي بيهجم تاني.